ابنة 22 عاماً من مدينة القدس، ولدت بعد سنوات طويلة من النكبة، لكنها نشأت على الجرائم التي ارتكبت أثناء النكبة وما شهدته من مآسي، لترسم بريشتها آلام ضحايا النكبة، وحجارة عتيقة لا زالت عالقة في بيوت قرى دمرت قبل 75 عاماً. بحس إنه كل حد عنده طريقته الخاصة بإنه يحكي عن القضية، فيا كان كتابة أو شعر أو إيش ما كان، الرسم برضو أحد الطرق المهمة جداً، لأنه مفهوم النكبة إشي كتير سيء، بس حاولنا نعبر عن موضوع بنفرجي كيف كل إنسان بقوم في طريقته الخاصة. القصة بتحكي عن بنت عمرها بالعشرينات، بتحكي كيف هاي البنت قدرت تطور قوة خارقة عشان تقاوم الاحتلال بطريقتها الخاصة. هذا المعرض أطلق بمبادرة من 25 فناناً فلسطينياً وبتنظيم من بلدية رام الله، وهو واحد من فعاليات عديدة يحييها الفلسطينيون في 15 من أيار من كل عام، حيث يستذكرون نكبتهم وتهجيرهم من أرضهم عام 1948. أعتقد بأنه المنتجات الموجودة اليوم في هذا المتحف منتجات ناضجة قادرة تعبر عن النكبة الفلسطينية. بتخيل بأنه هذه بداية ممكن تكون مهمة لفن الكوميكس الفلسطيني، مثل ما أحيينا ذكر النكبة 75، اليوم نحيي كمان وجود فن كوميكس فلسطيني من خلال هذا الجيل. فن الكوميكس هو في الآخر قصة بنحكيها بالصورة، أو الصورة في هذا الفن هي الراوي، هي اللي بتحكي القصة. فهذا هو الطريقة من الرواية أو الحكاية جديدة علينا. فن الكوميكس أو فن القصص المصورة الذي تميز به المعرض هو وسيلة للتعبير عن الأفكار باستخدام الصور، وليجسد نكبة شعب لازال أكثر من نصفه يعيش مأساة اللجوء.